السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن دمج الصور بالجيم، بس قبل ما أدخل الجيم نفسه اللي بيجي يقول لي طبعا كثير تفلسف علي ليش ما تستخدم 2.8. أنا أستخدم في دورة 16 حاليا، و 2.8 تركيبه على في دورة 17 بسبب لي بعض المشاكل، ممكن أركب بس بسبب لي مشاكل بعض الحزم لأنه ما متوافق مع بعض الحزم، لذلك بنتظر. طبعا هذا إن شاء الله آخر درس أقدمه هالشهر إلين تنزل في دورة 17، تمام؟ تنزل إن شاء الله هي بعشرين أو 22/5 ميلادي، فبننتظر حنا إلين ما أنه تنزل التوزيع هذا راح أشرح. لكن الحين راح نشرح درس سألنا عنه شخص، فما أدري إذا كان هذا هو الدرس اللي هو يبيه ولا لا، اللي هو دمج الصور، تمام؟ فراح أتكلم عن دمج الصور بأكثر من طريقة. طبعا مثل ما أنتم شايفين بالفيديو اخترت أنا أكثر من صورة، اخترت صورة ردهات ديبيان لينكس جنو نوعين للصورة، بحيث إني في شيء براسي مع الليبر اوفيس، بحيث اني بقى انا ادمج الصور هذه كلها مع الليبر اوفيس بشكل حلو، تمام؟ طريقه دمج الصور في اكثر من طريقه، لكن انا بشوف الطرق اللي انا اقدر اعطيك اياها بالدرس هذا. خلنا ندخل على شو اسمه الدرس، نقول بسم الله. اللي عليك تسويه بالبدايه طبعا انك تحدد الطبقات او الصور اللي انت تبي تدمجهن. طبعا انا عندي حركات ما لها داعي هنا. طيب هذه هي الصوره الرئيسيه، اول شيء احنا حابين ندمج عليها الصور. فخلونا اول شيء ناخذ مثلا صورة جنو. اللي عليك تسوي اول شيء تظلل select all اللي بحيث تحدد كل الصورة، وبعدين تنسخها عن طريق edit copy او عن طريق control c اللي تبي. بعد ما تحطها هنا لاحظ انها جات لكن بشكل غير مرئي، فلازم تضغط على اضافة مع الضغط عليه، تضغط عليها وبعدين تضغط على اضافة طبقة جديدة، بهالشكل تنضاف. الصور اللي مثل هالنوع هذا اللي هي ابيض واسود او يعني لونين، دمجه مع الصور الثانية سهل. اللي عليك تغير انك بس تغير طبقة اللون، تحطها ملتي بلاي وبعدين قضينا. صغره بس حطها هنا، طبعا التصغير عن طريق اداة التصغير هذه، خلاص اندمجت بدون ما اني انا اتعب وامسح الالوان، تمام؟ طبعا فيها اكثر من طريقة، ممكن تحط عكس اللون، لكن هالنوعية من الصور بالذات سهل دمجه عن طريق ملتبلاي عن طريق بيرن. طيب اذا حابين ناخذ جينو الثانية، تمام، لان ناخذ هذه مثلا نفس الطريقة، نسخ لصق. طبعا هالنوع من الصور حتى لو سويت له بيرن ما يمشي، ليش؟ لانه متدرج اللون. فخلونا نصغر شوي، اوكي هذه هي. خلونا نسوي بيرن ونشوف شو يصير. لاحظ انه ما زالت موجوده خلفيه الصوره هذه، اذا كنت بتنتزع الصوره طبعا انت، لكن اذا كنت تبي بالشكل هذا عادي ماشي الموضوع، تمام؟ احنا بالشكل هذا الحين دمجنا بشكل بسيط، لكن في دمج متقدم راح اتكلم عنه الحين اللي هو دمج عن طريق المسح. هذا دمج عن طريق الالوان. فعندك مثلا مثل صوره توكس هذه، تمام، سهل جدا انك تاخذها وتحطها. ليش؟ لان صوره بي ان جي، فاللي عليك تنسخ وتلصقه بس، تمام؟ ف خلونا نشوف ايش ممكن نسوي هنا، بس هذا اللي عليك تسويه، الا اذا حاب تغير لون الصوره مثلا بحيث انها تدخل مع لون الخلفيه، اختر كالور وخلاص، لكن ما راح تبين بالحيل بسبب الخلفيه. ممكن تطبق عليه فلتر لون معين عن طريق كالورز، بعدين كالورايز، ومن هنا تقدر انك تطبق عليه اللون اللي انت حابب تسويه عن طريق لايتنس طبعا، او ممكن انك تحدد عن طريق اللي هو الخيار الثاني هذا. في طبعا اكثر من لون ممكن تعدل الالوان هذه من هنا. فخلونا نفترض اننا حابين نحط مثلا التوكس قريب من شكل الامبريس، بحيث الامبريس فوقه يعني بلون برتقالي. ف تقريبا ماشي الحال، طبعا مو بهذا اللون لكن احنا بس مجرد بنلعب. نجي الحين لم مثلا صورة ديبيان او شعار ديبيان. طبعا اذا كان عندك صورة كبيرة وحاب تاخذ جزء من الصورة، شرحت انا قبل عن طريق التأطير هذه، تضغط الاعدادات هذه تحدد المنطقة اللي تبي تاخذه بضغطة واحدة، تظليل نسخ وبعدين تلصقه
بالمكان اللي انت حاب تجيبه له. ونرجع نغير المقاس، نشوف اذا كان هذا المقاس اللي ابيه. لا ابي اصغر من هذا شوي. تقريبا هذا المقاس اللي نبيه. خلونا نجرب بيرن هل بيمشي الموضوع ولا لا. لاحظ انه ما يمشي الموضوع مثل ما انت شايف، انه فيه ما زال اللون الاسود لون الخلفية. شوف اذا كان فيه لون معين بيمشي معه ولا مضطرين ان نشيل اللون. احنا ممكن نسوي طريقة ثانية. طبعا هو مشي بالموضوع بالشكل هذا لكن مو باين الشعار، انا بيه احمر مثل ما هو. تمام، ممكن في طريقة نسويها اللي هي عفوا. طبعا الطريقة الافضل انك نمسحها مسح عادي عن طريق الاداة هذه، اداة تحديد اللون الظل، راح يتحدد لك كل اللون الاسود. تمام، انتهينا من اللون الاسود حددناه، نلغي التحديد. بعدين نروح نرجع اللي قبل شوي الاحمر. برضو ما زالت ما ضبطت، ف راح نستمر نحاول مع هالصورة. طبعا في طريقة ثانية ممكن نجربه اذا عجبتكم. طبعا المصمم لازم يلف ويدور، انا طبعا انا مصمم انا مبرمج، لكن المصمم لازم يلف ويدور على الصورة بحيث انه يجيبه بالشكل اللي يبي. لاحظ ان هنا ما في لون خلفية، لون الخلفية راح، فانا ممكن بالطريقة هذه استغل الفرصة واغير لون هذا بس. شلون؟ خلونا ناخذ المقاس اللي نبي اول شيء. طبعا كل واحد له طريقته وهذه طريقتي يمكن معقدة شوي. طيب بعد ما اننا اخذنا اللون نروح لم تعديل الالوان ونعطيه لون احمر. اوكي اخذنا الشعار بس. هذه طريقة الدمج الثانية. تمام، هذه طريقة نادرة تستخدم لكن انا افضلها بشكل كبير. ليش؟ لانه اصلا اسهل شيء الاخر، يعني سهلة اذا انت عرفت شلون طريقته. لنفترض الحين احنا ما نبي الشكل هذا كامل، طبعا هذا شعار ريد هات. لنفترض اني بس ابي الريد هات لوحده، هل هذه مشكلة؟ اكيد مشكلة. شلون تنحل؟ بالتحديد. فراح نقرب للصورة شوي. تستخدم اداة التحديد هذه، تبدأ تحدد. في شعار يشبه الرد هات، اعتقد انه ما ادري شيء خاص بالالعاب، لابس قبعة خضراء بس ما ادري وشو صراحة. انا هذا بعد ما ادري وشو لكن بناخذه. طق طق طق. طبعا اذا كان جهازك يعني ما ادري بصراحة، هذه الخاصية كنت زمان اشوفها على الفوتوشوب، لما تطول تستخدم الأداة هذه يضيع شوي البرنامج، ما أدري تختفي الشاشة. وما أعتقد كانت مشكلة بالويندوز أو مشكلة بالفوتوشوب نفسه، ما عندي خلفية. أوكي بالشكل هذا إحنا أخذناه، ننسخه الحين ونلصقه ونضغط أوكي إضافة طبقة جديدة. الحجم هل هو مناسب ولا مو مناسب؟ اول شيء طبعا قبل ما نعدل الخصائص، طبعا بالشكل هذا ما عجبتني انا، ابي افرش الوجه للشخص منك، فطبعا طريقته من هنا. بعدين نصغره شوي. اوكي الحين يجي دور تعديل الالوان بعد، بحيث اني اخذ اللون بالشكل اللي ابي. اوكي الشكل هذا حلو، نزله تحت شوي، احذف الاشياء اللي ما تبي من الصورة. طبعا انا قاعد احذف عن طريق القص. ترين
فالشكل تقريبا. طبعا انت اذا كنت بتحدد اكيد راح تحدد افضل من التحديد، تحديدي هذا سريع ومو بزين لو تلاحظ انه على طول شطفت الصوره، بس علشان الدرس. الى هنا انتهيت، اتمنى يعني اني وصلت الفكره، واتمنى ان الشخص اللي طلب الدرس يكون هذا هو الدرس اللي يبيه. تمام، شكرا للمتابعه، اللايك والسبسكرايب تدعم كثير، مع السلامه.